عاجل، إثيوبيا تعلق على وصول الجيش المصري السودان قبل ضرب سد النهضة، وإثيوبيا تفاجئ مصر بقرار خطير، وعاجل منذ قليل أخبار عن زيارة وزير خارجية أمريكا إلى مصر، وعاجل قطر ستسلم قيادات الإخوان الهاربين إلى مصر، ووزير مصري يفجر مفاجأة يكشف عن بناء مصر 15 مدينة في نفس الوقت، ومفاجأة كبرى تفاصيل مصر تصنع أول تابلت ولابتوب عربي. صلوا على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان إن شاء الله تجيلكم أهم الأخبار، وفجر زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وعاجل إثيوبيا تعلق على وصول الجيش المصري للسودان قبل ضرب سد النهضة. وزارة الخارجية الإثيوبية قالت إنها تتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة قريبا دون تحديد سقف زمني. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي في مؤتمر صحفي بأن إثيوبيا تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة. وأشار إلى أن الموقف الرسمي لإثيوبيا ما زال في مكانه، سنقوم بعملية الملء الثاني في موعدها ومتمسكون بقيادة الاتحاد الإفريقي لمفاوضات سد النهضة. وقال نتابع التطورات في السودان والتدريبات العسكرية مع مصر. وقال من حق الدولتين اللي هم يعني مصر والسودان إجراء تدريبات عسكرية. وقال إن إحنا عندنا قوات مسلحة قوية وقادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا وردع أي عدوان خارجي. المصدر معانا من وكالات ومصراوي. طبعا إثيوبيا هنا يعني شايفة أنها قادرة على مواجهة مصر والسودان، أيا كان لم يصدر من مصر والسودان أي تهديد مباشر لإثيوبيا، ولكن إحنا عاوزين نوصل لاتفاق قانوني وملزم. ما وصلناش لاتفاق قانوني وملزم يبقى ما عندناش إلا خيار الحرب. يبقى خبر مضحك جدا إن أنا أسمع من إثيوبيا إنها بتقولك إن إحنا عندنا يعني قوات مسلحة قوية قادرة على حفظ أمن وسيادة إثيوبيا، يعني ضحك من نوع فاخر، ضحك كبير جدا. ويعني ننتظر إن شاء الله الأيام القليلة القادمة هتبين لنا إذا كانت إثيوبيا قادرة على ردع مصر والسودان أم لا. طبعا يعني التحركات لحفظ حقوق مصر المائية والحفاظ على الأمن القومي قريبة جدا، وإن شاء الله ربنا هينصرنا على أي عدو، وإن شاء الله ربنا هيحافظ على مياه نهر النيل. ويعني الناس اللي بتشكك وتقول لك لا مصر والسودان بس بيهددوا إثيوبيا، حضرتك يعني لو تفتكر كده احنا بقالنا 10 سنين بنتفاوض مع اثيوبيا، احنا جايين نهددها دلوقتي؟ ما المفاوضات خلصت، هي دلوقتي بتقولك احنا عاوزين نتفاوض. طبعا الخوف في دولة اثيوبيا وفي قلب ابي احمد من رد مصر والسودان اللي مش هيبقى مرضي خالص ليه. اترك لحضراتكم بالتعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو يا ريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. يلا نخش على الخبر التالي. ننتقل لخبر اخر وعن سد النهضة ايضا. اثيوبيا تفاجئ مصر بقرار خطير. كشفت تقارير ان ابي احمد رئيس الوزراء الاثيوبي خالف تعهداته لرئيس الاتحاد الافريقي بعدم الإضرار بأطراف المفاوضات في سد النهضة، حيث ذكر مصدر سوداني رفيع المستوى الرويترز إن إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في الأسبوع الأول من مايو. وقال المسؤول بوزارة الري السودانية الرويترز إثيوبيا اتخذت عمليا قرار الملء، وفعليا بدأت المرحلة الثانية لملء سد النهضة ببدء حجز المياه منذ الأسبوع الأول في مايو عبر العمل في تعليق جدار السد الأوسط، مما يعني حجز كميات من المياه، ولكن نتوقع أن يكون معدل التخزين أعلى في الخريف في شهري يوليو وأغسطس. إذن بالفعل مسؤول سوداني يوضح وينشرها في العلن أن إثيوبيا فعلا بدأت الملء الثاني. الكلام ده من إمتى؟ من أول أسبوع في مايو. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل لخبر آخر وعاجل. منذ قليل وزير خارجية أمريكا سيزور مصر.
ستكون مصر وجهة جديدة ضمن جولة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين الإقليمية الرامية لترسيخ وقف إطلاق النار المعلن حول قطاع غزة. غادر بلينكين إسرائيل متوجها إلى مصر والأردن متعهدا بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال جولة التصعيد العسكري الأخيرة، وذلك مع ضمان عدم وقوع أي من المساعدات المخصصة إلى القطاع بأيدي حركة حماس المسيطرة عليه. ووصف بلينكين في تصريحات للصحفيين نشرها في ساعات متأخرة من مساء أمس مصر والأردن بأنهما لاعبان رئيسيان في مساعي تحقيق التهدئة في المنطقة. أكد أن مصر لعبت دورا مهما في إبرام الهدنة الأخيرة فيما كانت الأردن على مدى سنين صوتا للسلام والاستقرار في المنطقة. ومن المقرر أن يعقد بلينكين في مصر اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيره من كبار المسؤولين. بلينكين عقد قبل ذلك مفاوضات مع كبار المسؤولين في إسرائيل وفلسطين، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. المصدر معانا كان من أسوشيتد بريس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولحضراتكم شايفين أن وزير الخارجية الأمريكي جاي يحل الأمور العالقة في الشرق الأوسط أم لا؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وعاجل. قطر ستسلم قيادات الإخوان الهاربين إلى مصر. كشف مصدر دبلوماسي أن السلطات القطرية وافقت على تسليم قيادات الإخوان الهاربين والصادر ضدهم أحكاما نهائية من المحاكم المصرية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الدولة قطر بحضور الدكتور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس رسالة من الشيخ تميم بن حمد والتي تضمنت توجيه الدعوة للرئيس لزيارة الدوحة. من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى إنه كان وما زال وسيظل داعما للدولة المصرية ومواجها لمن يتدخل في شؤونها. وتابع خلال تقديم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن مكانة مصر مختلفة عما كانت، وهي المكانة التي كنا نتمناها بينما كان هناك من يحاول أن يعيق مصر في الوصول إلى مكانها الحالي. موسى أكد أن حضور رئيس جهاز أمن الدولة في قطر لاجتماع وزير الخارجية القطري مع الرئيس السيسي يعني أن الملف الأمني رقم واحد بين مصر وقطر. الإعلامي أحمد موسى أشار إلى أن رئيس جهاز أمن الدولة في قطر هو المعني بتسليم الإرهابيين، وهذا يبعث برسالة للإخوان الذين تفاجأوا بهذه الزيارة. قال أن مصر قدمت أسماء 220 شخصا مطلوب تسليمهم من قطر، وخاصة من عبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري المعني بهذا الملف. أحمد موسى شدد على كلامه وقال أن الرئيس السيسي لا يتراجع في كلامه، خاصة عندما قال كله هيتحاسب وقد حان وقت الحساب. وتابع وقال ان في بعض الدول سلمت عناصر اخوانية كانت موجودة على اراضيها لمصر في الفترة الماضية. الاعلام احمد موسى اختتم بقوله قد تسمعوا قريبا اخبار عن دعوة تركيا للرئيس السيسي لزيارة انقرة. اكد ان الاخوان الموجودين في تركيا لن يجدوا ملاذات امنة خارج تركيا. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر. ووزير مصري يفجر مفاجأة يكشف عن بناء مصر 15 مدينة في نفس الوقت. وزير المالية المصري محمد معيط أكد أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم ببناء 15 مدينة في نفس الوقت. معيط قال خلال اتصال هاتفي مع قناة الأولى أن مصر كانت من أولى الدول في معدلات النمو، ولكن الجائحة أبطأت الأمور بعض الشيء، ورغم ذلك نجحت في استعادة عافيتها مرة أخرى للتقدم إلى الأمام. وأشار وزير المالية إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم ببناء 15 مدينة في نفس الوقت ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، كما قامت بتشييد أكبر شبكة طرق وكباري وأنفاق، وكان ترتيبنا على العالم قرب 100 وأصبحنا الآن ترتيبنا 33 على العالم في هذا الأمر، كاشفا أن مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة والطاقة المتجددة
وأصبحت لديها أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية على مستوى العالم. أوضح إن الدولة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة واستطاعت خفض معدل الدين بمعدل 20%، ولولا أزمة الجائحة لخفضته 25% في 3 سنوات، ما يعد أكبر تخفيض للدين تحققه أي دولة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق، طبعا يعني 15 مدينة في نفس الوقت، مصر بتقوم ببناء 15 مدينة في نفس الوقت، طبعا ده شيء عظيم وجميل جدا. نسأل الله التوفيق في البناء والتعمير بإذن الله. ننتقل لخبر آخر ومفاجأة كبرى، تفاصيل قيام مصر تصنيع أول تابلت ولابتوب عربي. بدأت الهيئة العربية للتصنيع ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية خطوط إنتاج أول منتج عربي من التابلت واللابتوب تحت شعار صنع في مصر، وتقام خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع في الشراكة مع كبرى الشركات العالمية. وتعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى ركائز الصناعة العسكرية في مصر، حيث تشرف على 9 مصانع عسكرية تنتج سلعا مدنية وكذلك منتجات عسكرية. وأنشئت الهيئة عام 75 بالتعاون بين مصر وقطر والسعودية والإمارات لبناء قاعدة تصنيع دفاع عسكري مشتركة والإشراف عليها في عام 93. قامت السعودية والإمارات بإعطاء مصر أسهمها في الهيئة التي بلغت قيمتها حينئذ 1.8 مليار دولار، فصارت الهيئة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية. يعمل في الهيئة قرابة 19,000 موظفا، منهم 1,250 مهندسا. تمتلك الهيئة بالكامل 12 مصنعا وأسهما في مشروعين مشتركين إلى جانب المعهد العربي للتكنولوجيا المتقدمة. المصدر معانا كامل اليوم السابع. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمصر، ونتمنى التوفيق للشعب المصري بإذن الله. إن شاء الله مصر دي هتكون من أعظم دول العالم في أقرب وقت بإذن الله. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار المتواضعة من قناتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.